شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال وعلى هذا الموضوع. كيف تعرفوا النقل العالمي، عفوا النقل بالعالم القروي، تكتسي أهمية كبيرة في سياسة الحكومة لتطوير النقل العمومي للأشخاص ببلادنا. وفي هذا الإطار بغيت نقول أنه طرف من يعني طرف من واحد المنظومة ديال التنقل اللي خص بلادنا تخاف المستقبل وتتعتز من الوزارة باش دير الإعداد ديال واحد الميثاق وطني للتنمية ديال الحركية باش تكون هذه التنمية مستدامة وشمولية. هذا الميثاق هذا تهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية اللي لازم نتمناوها باش نقدروا نقرروا شنو هي المنظومة المستقبلية للحركية والنقل في بلادنا. وهذا الميثاق هذا غادي الهدف منه نشوفوا كيفاش نقدروا نقوموا بتخطيط طويل المدى لتوجيه أولوية تطوير البنية التحتية مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، كيفاش نقدروا نقوموا بالتنسيق والالتقائية ديال السياسات ديال النقل على جميع المستويات، كان المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، تحسين ظروف ولوج المواطنين إلى وسائل النقل العمومي عبر توفير خدمات ذات جودة ووتيرة كافية مع تطوير وسائل نقل متكاملة ومتعددة الوسائط وتعزيز وسائل النقل المستدام. في هذا الإطار احنا بصدد إطلاق دراسة لهذه الغاية، وفي نفس الوقت وإيمانا منا بأن النقل في العالم القروي اكتسي طبعا محليا بامتياز، تنواصل مع الوزارة ديال الداخلية التنسيق في إطار تنزيل ورش الجهوية باش نقدروا نواكبوا المجالس الجهوية حتى تقوم بالاختصاصات ديالها الذاتية في مجال النقل بما فيها بالطبع تدبير النقل بالعالم القروي. في انتظار ذلك تتواصل الوزارة الحوار مع مهني النقل المزدوج بهدف تحديد المواضيع والقضايا التي تشكل أولويات بالنسبة لهم في هذا القطاع والتي يتم العمل على معالجتها، من بينها وفي إطار برنامج تجديد حاضرات المركبة تتعمل الوزارة على تقديم منحة خاصة لدعم النقل المزدوج تتوصل إلى 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة. كما أنه على مستوى اللجنة ديال النقل الوزارة تنعطيه الأولوية لملفات النقل المزدوج بعد إحالتها من طرف اللجان الإقليمية بالعمالات. وأخيرا في إطار التفاعل الإيجابي للوزارة مع مطالب مهني النقل بالعالم القروي، تمت الموافقة المبدئية على إمكانية استفادة مركبة النقل المزدوج من رخص استثنائية لرحلات منتظمة من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية وخاصة خلال المهرجانات والمواسم والمناسبات.